بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفنا بالأسبوع الأول على مقدمة بسيطة عن برنامج الماتلاب. تعرفنا على البيئة البرمجية والتعامل مع المصفوفات. تعرفنا على الواجهة الرسومية للماتلاب. تعرفنا على البيئة البرمجية على الواجهة الرسومية للماتلاب على نسخة الماتلاب 2011A والماتلاب 2012B، وانتقلنا بعدين لنتعرف على البنية الرئيسية أو البنية الأساسية لبرمجة اللي تمت فيها برمجة الماتلاب، وهي المصفوفات. بعدين تعرفنا على كيفية إنشاء المصفوفات، استدعاء عناصر جزئية من المصفوفة. تعرفنا على كيفية التعامل مع قيم المصفوفة على توابع خاصة وعمليات على المصفوفات. اليوم من خلال لقائنا نحن نتعرف بشكل موجز على المصفوفات وعلى أهم التوابع فيها وعلى أهم العمليات، وراح نسلط الضوء على المصفوفات المحرفية، على المصفوفات السيل أري. راح نشوف مفهوم مصفوفات السيل أري. راح نشوف كيف ممكن نحل مجموعة من المعادلات الخطية بالاستفادة من المصفوفات، وراح نجيب على الاستفسارات بحال في استفسارات راح نجيب عليها كلها. بالبداية مثل ما عرفنا الماتلاب يتعامل مع كافة المتغيرات على أنها مصفوفة، فلو عرفت متغير A تساوي 5 بنلاحظ رح يتعامل معه كمصفوفة قيمتها 5، أصغر قيمة فيها 5 وأكبر قيمة فيها 5. مثل لو عرفت B تساوي 4 بنفس الطريقة رح يعرفها كمصفوفة أحادية البعد. من خلال التابع links بإمكان يتأكد من طول سلسلة المصفوفة A رح يعطيني القيمة 1، أو طول سلسلة المصفوفة بي رح يعطيني القيمة كمان 1. لو عرفت مصفوفة سي ولتكن مصفوفة مربعة، هذا عنا قسم مكون من سطرين وعمودين، فبنلاحظ مباشرة عندي مقلوب للمصفوفة بما أنها مربعة. بإمكاني أحسب محددة من خلال التابع ديت، بنلاحظ محددة قيمته تساوي 1. بإمكاني لاحظ أنه قيمة مقلوب المصفوفة اللي هي النتيجة الأخيرة، أو عفوا هي الانفيرس سي ضرب المصفوفة، ضرب المصفوفة انفيرس ضرب المصفوفة هيرجع لي قيمة مصفوفة إلى قيم قطر الرئيسي 1 وباقي القيم إلا 0. أحرف مصفوفة مربعة من خلال clear all بكتابة clear all، أو بطريقة تانية من خلال التاب هوم عندي clear command، فلو قلت له clear command حذف لي كأني نفذت تابع clc، أما clear workspace رح يفرغ لي الworkspace بالكامل. بإمكاني اكتبها كتابة clear all، أو بإمكاني أو clear command window، أو بإمكاني من خلال التاب هوم ساوي هاي العملية. عفوا إذا صار أي مشكلة بالبث بس اكتبوا على الشات، اذكروا هالشي على الشات على البرنامج تيم فيور. هلا رح أعرف مصفوفة مربعة 4 أسطر بأربع أعمدة،
أعطيها قيم مثل المبينة بشكل افتراضي، مصفوفة A 4 أسطر 4 أعمدة. فلو أردت استدعاء قيمة السطر الثاني العمود الثاني، كان يكتب A22 راح أحصل قيمة 9. ممكن استدعي السطر الثاني العمود الثالث، ممكن استدعي السطر الثاني العمود الرابع، أو ممكن استدعي العمود الرابع بالكامل أو السطر الخامس بالكامل. بس ما انه المصفوفة عندي ما في سطر خامس، راح يعطيني انه انت خارج حدود المصفوفة. راح ارجع احل له ايه، نلاحظ تم استدعاء السطر الثاني بالكامل من المصفوفة ايه، هذا السطر الثاني من المصفوفة ايه. بامكاني ضيف عمود جديد، عندي 4 أعمدة، لو بدي ضيف عمود رقم العمود 6 راح أعطيه قيم افتراضية ولتكن. بنلاحظ المصفوفة A تم إضافة العمود المطلوب، والعمود رقم 5 أخذ قيم افتراضية تساوي 0. لو أردت حذف قيم العمود رقم 5، بنلاحظ تم حذف العمود الكامل، العمود الخامس بشكل كامل. المصفوفة A 4 5 أعمدة، العمود اللي تم إنشاؤه، المصفوفة الرئيسية زائد العمود يتم إنشاؤه أو إضافته للمصفوفة. لو أردت استدعاء مصفوفة جزئية، فممكن كتابة السطر الثاني للرابع العمود الثالث للخامس، راح يتم استدعاء المصفوفة مبينة. ممكن استدعي مصفوفة جزئية بس مو القيم، يعني العمود الأول العمود الثالث العمود الخامس. بنلاحظ أول قيمة من السطر الثاني 0، بعدين أخذ بعد الصفر القيمة 8، بعدين أخذ القيمة 4. هذا الشيء لأن أعطيته الخطوة الافتراضية 2، بالتالي رح ياخذ العمود الأول حيضيف 2 العمود الثالث، رح يضيف 2 العمود الخامس. طيب لو قلت له يضيف 3، بنلاحظ لو رجعت وقلت له يضيف 3، بنلاحظ رح يعطيني عمودين بس، رح يبلش بالواحد، رح يضيف 3 رح تصير 4، رح يضيف 3 رح تصير 7، وبالتالي رح يصير خارج قيم المصفوفة، حيرجع قيم المصفوفة حسب الشروط المحققة. بإمكاني استبدال قيم مصفوفة، فالمصفوفة الأخيرة اللي ظهرت عندي المبينة هي، لو أردت استبدال قيمة 0 بقيمة ولتكن 10، فبيكفي أني أكتب أنس 1 تساوي 10، راح يتم استبدال قيمة 0 بالقيمة 10. بإمكاني استفيد من التابع إنت اللي راح يرجع لي قيم، يعني على سبيل المثال المصفوفة الأخيرة أنس، لو أردت السطر استدعاء العمود الأخير بالكامل، بنلاحظ راح اكتب له 1 نقطتين end، وبالتالي راح يجيب لي قيم العمود الأخير بالكامل. بهي الطريقة لو كان عندي مصفوفة كبيرة أو عم يتم إنشاءها تلقائيا مو معلوم حجمها، يعني ممكن عندي يكون عندي تطبيق هندسي ضخم يتم توليد مصفوفات بقيم متغيرة، يعني يمكن أول مرة تكون قيمتها 1000، ثاني مرة تكون قيمتها 1200، 1100، يمكن تكون قيمتها مجهولة، ممكن تكون 1199، 1178 على سبيل المثال. فبالاستفادة من التابع إنت بإمكاني أحصل على العمود الأخير بشكل مباشر. طبعا بكتير من التطبيقات العمود الأخير أو السطر الأخير بيكون له خصوصياته، مشان هيك هذا التابع رح بيسهل كتير العمليات. لا عندي بالإضافة لهذا الشيء التابع 1 والتابع I والتابع 0، هدول الثلاث توابع رح يساعدوني على توليد مصفوفات خاصة. فممكن على سبيل المثال لو كتبت 0 5 4.5 توليد مصفوفة من 4 أسطر و5 أعمدة إلى القيم كلها 0،
خمسة 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 بخمسة قيم كلها صفر. ممكن بنفس الطريقة اي راح انشئ لي مصفوفة مربعة، او مو شرط مربعة، حسب الابعاد. قيم عناصر القدر الرئيسي كلياتها واحد. طبعا لو كتبت دي اربعة خمسة ستة سبعة راح انشئ لي شعاع، والشعاع هو حالة خاصة من المصفوفة. يعني المصفوفة هي عبارة عن ام سطر وان عمود، أما الشعاع فهو عبارة عن سطر واحد. فالكتابة المبينة راح تنشئ لي شعاع راح تسنده لدي سطر واحد. لو أردت إيجاد مع عفوا يعني نفذ عملية المنقول راح يتم تحويل السطر لشعاع، السطر لعمود، مثل ما شايفين بشكل بسيط من خلال الكتابة المبينة. وبإمكاني أسنده لمتغير جديد، أخذ المتغير A صار اسم العملية A. وهم نلاحظ عندي المصفوفة غير مربعة، فلو قلت له inverse A رح يعطيني خطأ، matrix must be square. وعندي التابع links رح يعطيني أطول سلسلة بالمصفوفة، قيمة أطول سلسلة بالمصفوفة هي 4. نلاحظ لو حذفت أو عملت ريشيب للمصفوفة الأخيرة ساويتها سطرين وعمودين وعملت قلت له لينكس الأنسر الأخير، بنلاحظ راح يعطيني 2. لو أضفت للمصفوفة طيب حأرجع أعرف مصفوفة 2 ب2 سطرين وعمودين. هي المصفوفة الأخيرة لو ضفت لها عمود جديد أو خليه 4 له القيم 4 5. لو هلأ قلت له links جي بنلاحظ رح يعطيني links جي، لاحظ بشكل تلقائي أعطاني، رح أرجع نفذه مثل ما نفذته قبل links جي، لاحظ بشكل تلقائي أعطاني links جي. أنسر 4، طول قيمة أطول سلسلة بالمصفوفة 4. لو كتبت هيلب لينكس هيعطيني تعريف للتابع لينكس. لينكس of vector return the length of vector x its equivalent to max size x. يعني لو كتبت max size x رح يرجع نفس القيمة اللي رح يرجعها التابع links. طيب خلونا نشوف هذا الشيء. g التابع size رح يرجع لي قيمتين مصفوفة من قيمتين، القيمة الأولى هي عدد أسطر المصفوفة والقيمة الثانية هي عدد أعمدة المصفوفة. أما التابع links رح يرجع قيمة أطول سلسلة بالمصفوفة، فلو كتبت max size g رح احصل على نفس النتيجة اللي رح يعطيني اياها التابع links g. ممكن اكتب doc اختصار ل document links رح يعطيني ملف الهلب مع شرح تفصيلي للتابع links موضح بالامثلة. مثل ما شايفين اول شيء links of vector راح يعمل لي يعني راح يعطيني definition او تعريف بسيط للتابع links، بعدين راح يعطيني examples امثله مع description بسيط للتابع وكيفيه استخدام التابع من خلال syntax. لاحظ اعطيني مجموعه من الامثله البسيطه. ممكن بنفس الطريقة أعمل help للتابع size، بنلاحظ راح يعطيني شرح تفصيلي size of array حجم مصفوفة،
quantize x for m by n matrix x return the two elements row vector. هرجع لي قيمتين، واحدة بتمثل الأسطر عدد الأسطر، واحدة بتمثل عدد الأعمدة. containing the number of row and columns in matrix. هلا شفنا كيف ممكن انشئ متغير جديد، شفنا كيف ممكن انشئ مصفوفة، كيف ممكن استدعي قيمة، كيف ممكن استدعي مصفوفة جزئية من مصفوفة، وشفنا بعض الطوابع الخاصة بالمصفوفات مثل منقول مصفوفة ومقلوب مصفوفة. خلونا نرجع نشوف المصفوفة دي. لو أردت استبدال قيم السطر الثاني الأول والثاني والعمود الثاني والثالث قيم جديدة، فبيكفي أني أكتب، يعني بدي استبدل مثل ما شفنا هلا، كتبت جي مثلا 3 تساوي 8، تم استبدال قيمة الترتيبة 3 القيمة 8. لو كتبت 4 تم استبدال قيمة 4. طيب لو بدي استبدل قيم مصفوفة، فلو كتبت جي من السطر الأول للثاني، العمود الثاني للثالث تساوي 4 4 4 4، بنلاحظ تم استبدال قيم السطر الأول والثاني، العمود الثاني والثالث، العناصر اللي بتكافئها بالقيم 4، صارت القيم 4 4 4 4. طبعا هي الأربعة كانت من أول، فما تغيرت، يعني ما لها علاقة. ممكن بنفس الطريقة غير قيم سطر كامل، فلو أردت استبدال قيم السطر الأول وجعل كلها تساوي الواحد، فالسطر من الواحد للأربعة، عفوا من الواحد للأربعة لعندي هون السطر، ما بيهمني السطر، بدي أغير قيم الأعمدة. فلو حطيت واحد العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، هون بدي أحطها واحد، العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، تمام. قلت له هلا بنلاحظ تم استبدال قيم كافة عناصر السطر الأول وجعلها 4. كان بنفس الطريقة السطر الأول للأخير وجعل القيم كلها تساوي 0. بدي أحقق نفس هذا، كلها تساوي 0، السطر الأول للأخير، العمود الرابع قيم كلها تساوي 0، بنلاحظ العمود الأخير قيم تساوي 0، من السطر الأول للأخير العمود الرابع. نلاحظ المصفوفة جي الأخيرة، لو أردت ريشيب جي 4 أسطر، عمود واحد، 4 بواحد ما تحقق، 4 باثنين 8، تم استبدال إعادة تشكيل مصفوفة مثل ما أنا شايفين. عندي إمكانية لاستخدام التابع روتيت 90 للمصفوفة الأخيرة، رح يتم تدوير المصفوفة زاوية 90. لو أردت إنشاء مصفوفات خاصة، يعني مصفوفة مثلا متزايدة لوغاريتميا، بإمكاني استفيد من التابع لوغ سبيس، راح يولد لي قيم، أصغر قيمة بالمصفوفة ولتكن 1، أكبر قيمة 101، عدد العناصر وليكن 15 عنصر، تم توليد المصفوفة. فلو قلت له بلوت أنسر، بنلاحظ راح يرسم لي رسم لوغاريتمي، بس عندي الدقة، ما عندي دقة بالرسم. بنلاحظ لو رجعت انشأت نفس المصفوفة بعد عناصر 150 ورجعت له بلوت انسر، بنلاحظ رح يطلع عندي نفس الرسم بس بدقة افضل.
اللي مش عارفين الرسم، صار عندي دقة الرسم أفضل من الرسم السابق. ممكن نشوف هذا الشيء بشكل أوضح لو استخدمت التابع لين سبيس، راح يولد لي قيم متزايدة خطيا. فلو لو بلوت راح اشوف التزايد الخطي بشكل أوضح. لو ممكن استفيد من التابع صم لإيجاد قيم مجموع مصفوفة، مجموع عناصر مصفوفة. لو كتبت صم جي راح يعطيني مجموع عناصر العمود الأول، مجموع عناصر العمود الأول راح يستنتج المصفوفة الجديدة. عاد عمدة تساوي عاد عمدة المصفوفة الأصلية. التابع دياغ راح يستدعي، لو أردت كتبت مثلا دياغ عندي ما عندي ولا مصفوفة مربعة، أعرف مصفوفة مربعة ولتكن دي أو اتش تساوي. قلت له دياغ اتش راح مباشرة راح يستدعي عناصر القطر الرئيسي 5 6 4 0، 5 6 4 0. بإمكاني بنفس الطريقة إيجاد منقول باستخدام الإشارة المبينة. هي مقدمة سريعة شفنا فيها أهم العمليات على المصفوفات. خلونا نناقش هلأ مواضيع أكثر، يعني ندخل بتفاصيل أكثر بالمصفوفات. خلونا ناخذ استراحة 5 دقائق نناقش فيها أسئلتكم استفساراتكم وبعدين بنكمل. اللي عنده أي استفسار يتفضل يكتبه على الشات أو بإمكانه يسأل صوت. ايوه خاله، ايوه طيب اوكي.
سبب الخطأ أنه أعطيت أنا قيم، 4 قيم، 4 4 4 4. بنلاحظ لو رجعت للمصفوفة جي أعطيت 4 قيم، لو بدي أرجع أنفذ نفس السطر بحيث ما يعطيني خطأ، من المفترض أكتب له من 1 للـ4، يعني يعني هون ما بيهمني السطر، يمكن السطر الأول والثاني، ومن 1 للـ4، وبنفس الوقت أعطيه قيم كامل، كامل القيم. يعني هلأ راح أعطيه 4 4 4 4، فهلأ لو حطيته ما راح يعطيني خطأ. أما لو بدي أغير قيم عناصر السطر الأول بس، مفروض حدد له إنه السطر الأول، يعني هلأ 4 حغير القيم من 5، خليها 5 5، ساويتها 5، هلأ صار تمام. واضحة الفكرة؟ يعني بجملة بنقدر نقول انه كانت القيم مو كاملة. واضحة بس؟ وضحت الفكرة تمام؟ تمام، لأنه من 1 للـ end فهنا عندي سطرين وعمود رقم 4 هتحتوي على قيمتين، وبالتالي قيمة 0 0 قيمتين كافيين. شو يعني نحط مصفوفة أصفار على اليمين؟ طيب ممكن توضيح السؤال بشكل، يعني توضيح السؤال لو سمحتي. شو يعني مصفوفة أصفار على اليمين؟ يعني أنا حاطط مصفوفة أصفار، مصفوفة قيمتين. تمام. طيب خلينا نجربها، ممكن يمشي الحال. هون زيروز عندي سطرين وعمود. تمام، ما في أي مشكلة. ممكن بنفس الطريقة إذا ما بنعرف المصفوفة كم سطر وكم عمود، قل له سايز، راح أعرف اس اي تساوي سايز جي، أعطاني 2 4. فبما أني أنا ما بعرف المصفوفة كم سطر وكم عمود، أحل له اس اي 1 أو اس اي من الواحد للاس اي 1، هيك أنا ما بعرف المصفوفة كم سطر. ونفس الشيء بالنسبة للعمود، خذ لي القيمة اس اي 2. رح ارجع عيدها، لا عفوا، هون اس اي 1 هون بس 2 زيروز اس اي 1. تمام.
زيروز اس اي واحد. هلا هون عندي المصفوفة جي من السطر الاول للاخير، العمود الرابع، العمود الرابع بقلبه. نرجع مرة تانية نفسرها، هي نفسر. فأنا عندي هون لو ما بعرف كم سطر عندي العمود، بغض النظر عن العمود، هلا أنا مو معروف عندي كم سطر، فاستخدمت التابع سايز لحتى أعرف حجم المصفوفة. عرفت أنه عدد الأسطر 2، وبالتالي هون عدد الأسطر حطيت بالتابع زيرو عدد الأسطر اللي هن سطرين. أما بالأعمدة فرح حدد، تمام، عدد الأعمدة عندي عمود واحد، مثل ما قلنا بنغير السطر الأخير، نغير قيم العمود الأخير، فهو عمود واحد، هو هذا العمود الواحد هو العمود الرابع. وبالتالي هلأ لو ما بعرف أنا القيم، صار بإمكاني ساويها بنفس الطريقة. فهلأ لو أردت مثلا العمود الثالث بدل الرابع، عفوا الثالث بدل الرابع، نفس الطريقة بإمكاني أعدل قيمه مصفوفة بالتابع زيروز. ممكن خلي القيم واحد بالتابع وانز. تمام، وضحت الفكرة؟ هيك صار عندي إمكانية التعامل مع مصفوفة مجهولة، يعني أنا ما معروف عندي الحجم، بستفيد من التابع سايز لأجيب طول عدد الأسطر، وممكن استفيد بتطبيق تاني من عدد الأعمدة، وممكن استفيد كمان من التابع لينكس لأخذ أطول سلسلة وأعدل قيم السلسلة بالكامل. واضحة؟ تمام، واضحة؟ واضحة للكل؟ واضحة للكل آخر شيء كيف نفذنا الأسطر البرمجية الأخيرة؟ variable انا افترضته انه اس اي، ممكن تحطه اللي بدك، يعني مثلا لو حطيت هون، لو بدي نفذ التابع بشكل مباشر ممكن اقول له سايز، سايز ممكن اقول له هذا السايز للمصفوفة دي، المصفوفة كان اسمها جي عفوا، انا بدي اخذ من المصفوفة جي، صار عندي مصفوفة جي، اتوقع ما يمشي الحال هلا المصفوفة، لا هيك ما راح يمشي الحال، راح ارجع، هيك ما راح يمشي الحال، راح ارجع نفذ التابع سايز، هذا الاس اي فاريبل تسميه اللي بدك اياه، ممكن نسميه اس مثلا، راح ارجع بعدين نفذ له اس بدل اس اي، نفس النتيجة. طيب بس انا فكرة بالتحديد حكيت اكثر من فكرة، ممكن تحددي الفكرة؟ طيب خلونا بعد اذنكم واحد واحد. اول شيء حازم، اذا ممكن بس ليش حطينا اس اي واحد؟ جاوبت على السؤال، وضحت الفكرة ليش حطينا واحد بين قوسين؟ تمام، حطينا واحد بين قوسين، لو حطيت سايز جي راح يرجع لي قيمتين، فالانسر واحد هي القيمة الأولى من المصفوفة، أما الأنسر 2 فهي القيمة الثانية من المصفوفة. بس هلا راحت، هلا راح ارجع له سايز، سايز جي، فالانسر 2 هي القيمه الثانيه من المصفوفه، فهي عمليه تعامل مع العنصر الاول، العنصر اللي ترتيبه واحد، العنصر اللي ترتيبه 2، فانا بيهمني العنصر الاول لانه بيمثل عدد اسطر المصفوفه، مشان هيك استدعيته هون، استدعيته هون لانه بيهمني انا عدد الاسطر. عدد الاعمده مثل ما انه هو عمود واحد اللي رقمه 3. واضحه الفكره حازم؟ تمام رهف، شو الفكرة بالتحديد اللي ما وصلت؟ ما في مشكلة، بس شو الفكرة اللي ما وصلت بالتحديد؟
هلا المصفوفة جي كان سؤال لينا انه ليش او مو ليش، انه لما حطيت انا من هون ارجع للأسئلة راح يتم التسجيل بإذن الله. السؤال كان مو شرط يكون معروف عنا المصفوفة كم سطر، فأنا استفدت من التابع المصفوفة جي، استفدت من التابع سايز لحتى أعرف عدد أسطر المصفوفة جي وعدد أعمدة المصفوفة جي، عدد الأسطر عدد الأعمدة. فبالتالي لو كان عندي مصفوفة مجهولة الحجم فبستفيد من التابع سايز لأحصل على عدد الأسطر وعدد الأعمدة، ومن خلال تغيير القيمة فعندي من السطر الأول للسطر الأخير أعطيهم القيمة ونز واحد، التابع واحد بيطلب مني عدد الأسطر وعدد الأعمدة، فعدد الأسطر راح يتم الحصول عليه من المصفوفة اللي أعطاني إياها التابع سايز اللي هلأ بالمثال الأخير بالتطبيق الأخير عندي صار اسمه أنز، وعدد الأعمدة عمود واحد اللي هو العمود الثالث. وبالتالي لو كتبت هرجع أساويهم صفر مثلا، لو كبست تابع زيروز أنسر واحد أخذوا القيمة صفر. ظن وضحت الفكرة هلأ. السؤال بعدين لينا بعدين سألت ضبطت معي هيك بدون. طيب I tried it G الواحد للإند تساوي zeros، ضبطت معي هيك بدون ما حدد أعمدة وأسطر المصفوفة السطرية. هي آخر فكرة، ما في مشكلة. لو كتبنا السطر الأخير بدون أبعاد حطينا هون واحد وانز، تمام. كمان ممكن كمان فكرة ممكن هيك بالعكس حرتاح بالكتابة من خلال كتابة. صحيح الكلام انه حياخد القيم يستندل الواحد حسب المصفوفة جي اللي تم استدعائها من العناصر اللي هون، كمان كلام صحيح ما في اي مشكلة انه هون اخذ القيمة من الواحد للنهاية والعمود الثالث، ما في مشكلة كمان صح. واضحة الفكرة؟ نكمل؟ شكرا لينا على الملاحظة، لأنه ممكن بأي وقت توفر علينا كتير من الأسطر الكتابية. راح توفر أحيانا عمليات برمجية ممكن تكون معقدة هيك من خلال مباشرة تأشير على القيمة مثل ما موضح. نتابع، ننتقل للجزء الثاني من المحاضرة. في أي أسئلة أي استفسارات؟ في مشكلة بالنت؟ هلا الموجودين معنا حازم وهبة وجنات وكنان ولينا ومحمد وعمر ورهف وزين، كل شيء واضح للجميع؟ كل شيء واضح للجميع؟ رغد روح لعند ماما. نتابع؟
طيب هلا بالخطوة بالجزء الثاني من المحاضرة رح ننتقل بإذن الله، رح نتعرف على رح نتعرف خلونا نشوف، ممكن أول شيء نبلش بالمصفوفات المحرفية أو رح نبلش بعمليات الإدخال. هلا شفنا كيف ممكن أنا أعرف مصفوفة بشكل مباشر. مصفوفة الشاشة واضحة للجميع، الصورة واضحة، بس لو بعد إذنكم على الشات تأكدوا لي إنه الصورة واضحة مشان نتابع. اه عفوا، منيح تمام. بتمنى اي مشكله بتظهر خبروني بشكل مباشر، يعني هي شغله الصوت ما كنت منتبه لها. تمام راح نكمل باذن الله. هلا راح ننتقل لنحكي على راح ننتقل لنحكي على المصفوفات المحرفيه، او اول شيء راح نشوف الادخال. هلا شفنا كيف ممكن اعرف قيمه ولتكن 5 بشكل مباشر. طيب لو اردت اجعل المستخدم هو اللي ادخل القيمه من خلال تابع انبوت، فراح اكتب انتر فاليو اوف اي، فبهالطريقه راح يظهر لي ادخل قيمه اي. فلو ادخلت 3 مباشره تم اسناد قيمه، تم اسناد مباشره تم اسناد قيمه اي ولتكن 3. بنفس الطريقه ممكن خلي المستخدم ادخل مصفوفه مباشرة تم إسناد القيمة لمصفوفة تم إسناد تم إسناد القيمة لمصفوفة إيه. هاي القيمة هاي المصفوفة إيه عبارة عن مصفوفة سطر مؤلف من سلسلة طولها 3. طيب لو أردت إدخال قيم محرفية، بنلاحظ بإمكاني استفيد من التابع إنبوت لأدخل قيمة ولتكن S، بس بنلاحظ عندي ضرورة لأكتب الـ S ما بين إشارتين موضحين موضحتين. هذا الشيء رح يسبب مشكلة، وبالتالي لأتخلص من هاي المشكلة تم إضافة خاصية للتابع أو أحد خيارات التابع إند لإدخال قيمة محرفية S string. فلو دخلت S بشكل مباشر راح يتم تعريفها على أن A تساوي ال S. لو حطيت help input هلاحظ بشكل مباشر راح يعطيني القيمة input prompt for user input، راح يقول لي هون أحد الخيارات prompt S return the enter text، راح يرجع لي قيمة text as a MATLAB string، وبالتالي رح يسمح لي ادخل قيم string. طبعا ممكن استفيد كمان من الخصائص مثل الانتقال للسطر الثاني من خلال الكتابة المبينة، وممكن باحد التطبيقات انه اخلي المستخدم يسأل عن اغلاق البرنامج او متابعة reply input do you want more yes why yes no. فلو حدد why معنى yes فممكن if is empty، وحنشوف التابع is empty لاحقا، reply تساوي الواي، do you want more yes راح يكمل. بشكل سريع هي عملية تعرف على المحارف. فلو أردت إدخال حول X فممكن ندخل مثلا اسم مثلا MATLAB مثل ما شايفين، ممكن استدعي من الـ A العنصر الأول مثل ما شايفين، الثاني، الثالث، وبالتالي راح يتم التعامل مع الـ
مصفوفة ايه؟ على انها مصفوفة محارف، مصفوفة يعني مصفوفة محارف. هلا يمكن ملاحظة هامة، يمكن اعتبار الارقام محارف والتعامل معها كمحارف، بس لا يمكن اعتبار يمكن يعني الرقم ممكن ادخله كرقم، يعني ادخله يعني الرقم محرف، لو ادخلت رقم فممكن اخذه كمحرف ينفهم، بس العكس ما بيصير، يعني الرقم هو محرف بس المحرف ما له رقم. فبالتالي هون صار عندي مصفوفة محارف عدد عناصرها answer 8. طبعا مثل ما شفنا مثلا لو ادخلت اونلاين كورس، بنلاحظ اعطاني اونلاين كورس، لو حطيت له لينكس ايه اعطاني 12، لو حطيت له ايه 1 اعطاني او. وبنفس الطريقة ممكن اظهر القيم كلها، لو كتبت 4 i تساوي من الواحد لل 12 display، او راح اقول له if print if i، او عندي المصفوفة اسمها a i واحد انت، بنلاحظ راح يظهر لي العبارة المحرفية بتأخير 1 ثانية ما بين كل حرف وحرف. طيب بنلاحظ اظهر لي كامل العبارة. طبعا عندي التابع display راح يساعدني انه اظهر قيم، لو كتبت مثلا hello world مباشرة راح يتم اظهار hello world من خلال تابع display. فلو كان عندي مصفوفة مثلا هني كانت مصفوفة اسمها جي، فممكن اكتب عفوا المصفوفة كان اسمها A display A، راح يظهر لي مباشرة المصفوفة، فصار عندي امكانية لادخال. فممكن اكتب برنامجي، فتحت ملف edit راح ادخل فيه مصفوفتي A ولتكن input، راح اطلب من المستخدم ادخل قيمة، هي القيمة بدي اياها محرفية، enter your name، فراح ادخل لي الاسم راح ادخل لي الاسم خلونا ننفذ البرنامج، احفظه بشكل سريع. طلب مني احفظه تشينج فولدر، تمام. راح ادخل انتر يور نيم، راح ادخل عدنان بشكل سريع. هلا بامكاني بعد الادخال ديسبلاي ايه اظهر لي الاسم، وبنفس الطريقه ممكن اعمل اظهار بطرق مختلفه. خلونا نبلش بالسيل اري، او قبل ما نبلش بالسيل اري خلونا نتعرف على بعض الطوابع الخاصه او بعض الرموز الخاصه. عندي الرمز باي اللي راح يعطيني القيمه 3.14 معروفه، عندي الاي او هلا عندي هون اي بالورك سبيس، مشان هيك تم استدعائها، فلو عملت كلير اول ما عاد عندي شيء بالورك سبيس عملت هذا، فبالتالي الاي حتمثل القيمه التخيليه، وهي نفسها ممكن تكون احيانا جي، يعني جي او اي ما في مشكله. ومثل ما معروف للجميع سكوير جي جذر القيمة التخيلية، يفترض انه هون تكون ناقص 1. تمام. وعندي بعض التوابع الخاصة بالقيم التخيلية والوهمية، فمثلا لو رجعت على الجي قلت له ريال جي راح يعطيني قيمة 0، اما ايميج كان ايميج هيك كانت تنكتب
أو لا عفوا تنكتب بطريقة تانية. لنرجع، خلينا نعمل هيلب ريال، بيعطيني لو عملت له هيلب ريال راح يعطيني الهيلب تبعه بالنهاية، يفترض انه يعطيني توابع لها علاقة بالموضوع. تمام، ايمج اعطاني، لاحظوا هون سي ايمج، فلو حطيت له ايمج جي راح يعطيني 1. وبالتالي شفنا كيف ممكن، شفنا بعض العمليات، الرموز الخاصة مثل الجي، مثل الاي والجي مثل ما ذكرنا. طبعا بإمكاننا كمان نتعامل مع قيم تخيلية بالمصفوفات، فلو عرفت مثلا 4 زائد 5 اي و2 زائد 4 اي، فمثل ما شايفين راح نتعامل مع قيم تخيلية. ممكن استدعاء القيمة الأولى، القيمة الأولى من المصفوفة الجزء الحقيقي منها. أعطاني القيمة 4. ممكن القيام بكتير عمليات، فهم أمثلة بسيطة. عندي كمان تابعين مهمين، التابع انف اللي هو اختصار لانفينيتي رح يعطيني قيمة لا نهائية، والتابع نون not a value، نون معنى not a value أو not a number، يعني هي قيمة غير حقيقية أو يعني ما لها معنى. هدول ممكن نشوفهم كتير. الـ inf ممكن نشوفها مثلا أحد عمليات القسمة على صفر، بيقول لك divide by zero رح يعطيني قيمة لا نهائية. والـ not a value ممكن مثلا أتعامل بعض الأحيان مع يكون عندي قيم محرفية وأتعامل معها بالخطأ على أنها رياضية، أو يكون عم أدخل قيم يعني قيم على انها تكست واعطيها عمليه جمع او ضرب او قسمه، وبالتالي لما بده يتعامل معها راح يقول لك نوت ا نمبر، وبالتالي تفسيره انه هذا نوت ا نمبر. بي عندنا فكره اخيره لابد من الاشاره عليها، هي السيل اري. رح أعرف مصفوفة 4 بـ4، 4 أسطر، 4 أعمدة، بنلاحظ المصفوفة ايه، 3 عفوا، هدول عندي المصفوفة ايه 4 أسطر و4 أعمدة. هلأ بإمكاني شكل مصفوفة سيل أري، حتكون مصفوفة مختلطة ما بين المصفوفة A والمصفوفة سم A. ممكن كمان تكون مصفوفة A للتربيع. بنلاحظ المصفوفة سيل أري صارت عبارة عن 3 مصفوفات، المصفوفة الأولى 4 بـ4 دبل اللي هي المصفوفة الأصلية، والمصفوفة الثانية هي مجموع أعمدة كل مصفوفة، ومثل ما قلنا كل مجموع قيم كل عمود من المصفوفة راح يتم إسناده لقيمة نهائية، والمصفوفة الثالثة هي المصفوفة الأصلية لقيمة تربيع. فلو استدعيت مثلا القيمة 3 من المصفوفة سي راح لاحظ هي 4 بـ4 دبل، فممكن مثل ما أنا شايفين تم تشكيل مصفوفة مركبة من كافة القيم. هاي المصفوفة تدعى سيل أري، ممكن تحتوي على نفس الوقت محارف وتحتوي على قيم. يعني مثلا لو كتبت سي تساوي A MATLAB online MOOLS، هلاحظ اعطاني سي مثل ما احنا شايفين، لو حطيت بيناتهم فاصلة منقوطة بدلا من مثل ما احنا شايفين، فعندي إمكانية لأدخل قيم كل مصفوفة بشكل منفصل بعدين أدمجهم أحصل على مصفوفة أو سيل أري تعطيني هذا. ممكن لو آخر مصفوفة تكون مثلا المصفوفة، مثلا عندي مصفوفة A مصفوفة A، فبنلاحظ أول مصفوفة صارت عندي محرفية، الثانية محرفية، الثالثة محرفية، الرابعة قيم رقمية.
مصفوفة من نوع دبل، 4 أسطر 4 أعمدة. التعامل معه ما راح يختلف أبدا، راح يكون أبدا من تقريبا نفس التعامل مع القيم الثانية، بس راح تكون لها خصوصياتها، لها تطبيقات الخاصة، لها تطبيقات الخاصة. أنا فكرة بالتحديد، أنا فكرة المطلوب إعادتها. تمام. المصفوفة سي هي عبارة عن مزيج من مصفوفات، يعني ممكن تكون مكون من 4 5 6 مصفوفات. فلو أردت مثلا تشكيل مصفوفة، مثلا أول مصفوفة عندي ولتكن A تساوي 4 5 6 مصفوفة شعاع، المصفوفة B تساوي بدي إياها مصفوفة محارف، فصار عندي مصفوفة مثل ما شايفين هون. لو رجعنا للورك سبيس راح لاحظ المصفوفة A مصفوفة رقم، مصفوفة B string كاركتر، مصفوفة محارف. فراح أعمل clear للسي فما عاد عندي سي، وكلير للأنسر فما عاد عندي أنسر. هلا لو أردت تشكيل مصفوفة سي هي عبارة عن سي الأري مزيج ما بين المصفوفة A والمصفوفة B. لو أردت أنه تظهر بسطر واحد مثل ما شايفين ظهرت المصفوفة الأولى والمصفوفة الثانية، لو أردت أنه تظهر بسطرين مثل ما شايفين ظهرت عمود سطرين، شلون تطلع اظهار قيم المصفوفة؟ لو اردنا help cell راح لاحظ cell n is an n by n cell array of empty matrix. سيل M فاصلة N or سيل M فاصلة M، يعني بطريقتين ممكن نكتب، is an M by N سيل array of empty matrix. ممكن استفيد من التابع size ل سيل array is سيل size A is a سيل array the size and containing all empty matrix، رح يعطيني يعني الحجم لكل المصفوفات. See also one zero struct dial bason barren. تمام. هلا السؤال، يعني ما راح تطلع مصفوفة مربعة، ممكن تطلع بالشكل اللي بدي اياه. يعني مثلا هلا انا عرفتها سي اي بي، ممكن مثلا اقول له اي بي بي، صارت مصفوفة مربعة. فالمصفوفة A هي المصفوفة الأولى منه، فممكن نشوفها. المصفوفة B هي المصفوفة الثالثة، ممكن نشوفها. ممكن أعمل display، خلينا نجربها. هاي القيمة الثالثة من المصفوفة C. تمام. فأظهر لي أنه القيمة الثالثة من السترينج من السيل أري هي عبارة عن مصفوفة رقمية 1 ضرب 3، فبالتالي أنا ممكن أخزن كافة نتائجي بمصفوفة سيل أري رح تحتوي على المزيج من المصفوفات، ممكن أستدعيها بعدين، يعني بعدين آخذ الجزء اللي بدي إياه منه وبتعامل معه مع الطريقة اللي بدي إياها. هي مفيدة للسيل أري وال السترينج، المصفوفات المحرفية الكاركتر اللي رح تحتوي على كاركتر او سترينج، مفيدة وقت بدي اتعامل بعض الاحيان مع السكيورتي، او بدي اعمل يعني مثلا بدي اعمل يوزر نيم وباسورد لبرنامجي لحمايته، فممكن احطهم مصفوفات محرفية او سيل اري، وبالتالي عند كل عملية ادخال رح يتم مطابقة العملية المدخلة اليوزر نيم والباسورد مع المصفوفة اللي عندي، وراح يتم يعني حسب خوارزمية البرنامج اللي عامله راح يتم التنفيذ، فممكن لو انطبقوا يدخل على البرنامج يحقق الهدف اللي بدي اياه. هلا هي كل الافكار اللي حابب اوضحها بالاسبوع الاول. تعرفنا على على واجهة الماتلاب بشكل عام، على الانترفيس، تعرفنا على الفاريابل، تعرفنا على الكاركتر، كيف ممكن ادخل قيم، كيف ممكن ادخل قيم كمحارف، كيف ممكن اتعامل مع المصفوفات، تعرفنا على المصفوفات الرقمية اول شيء، كيف ممكن اتعامل مع المصفوفات الرقمية، كيف ممكن استدعي مصفوفة جزئية غير قيم مصفوفة، كيف ممكن
اضيف اعمدة، اضيف اسطور، كيف ممكن نفذ عمليات مختلفة توابع على المصفوفة. بالجزء الثاني او بالجزء الثاني تعرفنا على المصفوفات المحرفية، كيف ممكن ادخل قيم محرفية مصفوفة كلمة، ممكن كيف اظهرها، كيف ممكن استدعية. بعدين تعرفنا على السيل أري اللي هي مزيج ما بين كافة أنواع المصفوفات، رح تسمح لي أني أتعامل مع هذا. لو أردنا مثلا رح أرجع أكتب DOC سيل، ممكن تشوف تعريف أوضح للسيل. هون عمل لي Create سيل أري مثل ما شايفين هون، ممكن تقروا الشرح التفصيلي للسيل أري. هي مجرد لمحة سريعة لأنه بعض التطبيقات أنا أضطر أنه نستخدم، إحنا أضطر أنه نستخدم سيل أري وما نستخدم المصفوفات العادية. يعني أحيانا المصفوفات الرقمية أو المصفوفات المحرفية العادية رح تعمل لي يعني صعوبة بالبرمجة، فبتيجي سيل أري بتعطي أريحية بالتعامل. طبعا رح أعطي مثال سريع، حل من الجملة ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل. فلو كان عندي تمام، لو كان عندي مصفوفة x1 زائد x2 زائد x3 تساوي 0 و x2 زائد 3 x3 تساوي 1 و x1 زائد x2 تساوي 5. تمام، لو اردت هي المصفوفة، عفوا بالخطأ حذفت المعادلات ما في مشكلة، فهي المصفوفة ثلاث معادلات بثلاث مجاهيل، لو أردت أنه أتعامل معها فعندي القيم مثل ما شفنا أول شيء 1 1 1، وقيم المعادلة الثانية كانت 0 1 5، قيم المعادلة الثالثة كانت 1 x1 x2 x3 0 1، أو كانت x1 و x3، فبالتالي 1 0 1. هي ثوابت المعادلات. أما مصفوفة الثوابت بالطرف الثاني كانت قيمها c تساوي 1 0 1 0 1 و0، وبعد الصفر كان عندي 5. هلا لو أردت إيجاد المت x راح تكون هي عبارة عن inverse مقلوب المصفوفة a ضرب المصفوفة c، فمباشرة راح أحصل على قيمة x1 x2 و x3. هذا التطبيق جدا مفيد بالتطبيقات الهندسية بحل الدارات الكهربائية. راح يكون عندي مجموعة من المعادلات، راح تمثل المعادلات راح تمثل التيار، راح تمثل الجهد، راح تمثل حسب يعني حسب الحالة المدروسة. فمن خلال هالطريقة راح تساعدني بشكل كتير كبير انه حل جملة معادلات خطية مثل ما شفنا ثلاث اسطر. السطر الاول عرف مصفوفة الثوابت، السطر الثاني عفوا مصفوفة الامثال، السطر الثاني مصفوفة الثوابت، السطر الثالث راح يظهر لي النتيجة. التطبيق بسيط ومفيد جدا وكتير راح نشوفه بالتطبيقات الهندسية. هذا كل شيء بيتعلق بالأسبوع الأول، بتمنى تكونوا استفدتوا بالأسبوع الأول، بتمنى تكون الهمة أعلى بالأسبوع الثاني من الدورة، بتمنى يتم طرح أسئلة ويتم تفاعل بشكل أكبر، وبذكركم أنه من المطلوب من كل شخص بنهاية الأسبوع
تقرير بسيط يحوي الشيء اللي تعلمه واللي بيحب يشاركنا فيه يحطه على البوست @matlabcourse وراح يتم إضافته على المدونة. بتشكر حضوركم وبتمنى أنه تكونوا استفدتوا وألتقي فيكم بإذن الله الأسبوع الجاي.